خليني اقول لحضراتكم، امبارح طبعا كان يعني عزاء اللواء زكريا سراج الدين احد ابطال حرب اكتوبر، ووالد طبعا المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي. دي لقطات من العزاء اللي كان في مسجد عمر مكرم، واللي حضروا عدد كبير جدا جدا من الشخصيات العامه. وطبعا يعني بنعزي مره ثانيه وثالثه ورابعه المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي، احد الشخصيات بصراحه المحترمه جدا جدا والمميزه جدا، وربنا يا رب يصبره ويرحم والده ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب ويجعلها اخر الاحزان. يعني تواجد عدد كبير من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، وزي ما قلت لحضراتكم عدد كبير من الشخصيات العامه اللي كانت حريصه جدا على يعني مواساه المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي. دي لقطات، هو طبعا زي ما حضراتكم شايفين المهندس محمد سراج الدين في اللقطات دي، ربنا يا رب يصبرهم باذن الله تعالى ويرحم يعني اللواء زكريا سراج الدين ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. هروح